اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن
هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين وذل الشرك والمشركين الذين يجاهدون في سبيل الله في كل مقام اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخذل اعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا دافع الشر والبليات ادفع بلانا اللهم يا كافي المهمات اكفي مهماتنا اللهم يا منزل البركات انزل علينا اللهم يا هل على مشكلات حل لكل مشكلاتنا اللهم يا رافع الدرجات ادفع درجاتنا اللهم يا شافي الامراض اشفي امراضنا اللهم يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا خير يوم الآخرة وشرنا شر الدنيا شر يوم الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنصانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وأكلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا سالما ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا
الأخبار ولقاء نصيبا وجنة فردوسا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وثبت إسلامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.